نرجع محرك ونكمل ساعة استشهاد سيادة العميد. هو طبعا يوميها بالليل، طبعا هو رجع الشغل وكده، وكتب على الفيسبوك: يا رب وانمت اجزائي تحت التراب، وكنت ناسيا منسيا، هب لي ناس يدعون لي ده دون يوم ملل. الوفاة؟ ليلة الاستشهاد. هو كان عامر متعود ان هو طول ما هو نبطشي هو بيفضل يتلو القرآن، لانه كان حافظ اكتر من 10 اجزاء في القرآن الكريم، وكان عنده ملكة حفظ القرآن بتجويده. رحمة الله عليه، ايه الجمال ده. يعني بجد كان، شوفي عامر كان ميكس. يعني هو كتب البوست ده قبل استشهاده على طول، ليلة قبلها الاستشهاد بيوم. الفجر كتبه، وانا رحت متصلة بيه، قلت له الكلام اللي انت كاتبه ده ايه، وبعدين هو انت يعني انت بتعمل ايه، وابنك قال ان انت بتدخل للناس تسلم عليهم. قولي لي بقى، وقت ما عرفتي او سمعتي خبر استشهاده، من مين عرفتي وعملتي شريط ايه؟ التلفزيون. من التلفزيون زينا. انا كنت مكلماه، هو كلمني الساعة 10 وقال لي: انت نايمه؟ قلت له: انا ما نمتش طول الليل، انا حاسه بكده، بان بقلق. انا قلبي مقبوض كده وقلقانه. فكان اخويا كلمني وقال لي: ايه الفجر؟ قال لي: على فكره بيفضوا رابعه والنهضه دلوقتي، وانا خايف على عامر. قلت له: انت سمعت حاجه؟ راح قال لي: لا، بس احساسي والكلام اللي هو كاتبه على الفيسبوك، وان هو جه امبارح يسلم علينا كلنا، انا مش تابعتي حاسس اللي حصل بيه. على التلفزيونات زي ما احنا تابعناه، ولا ما حبيتيش انك تتابعي؟ كنت بشوف من اول الهجوم على اسم لان كرداسة، الهجوم كان بشع كان يعني. بشع جدا. وكان بقى يعني طبعا في التوقيت ده ان هم دخلوا بالاربيجي والجرينوف والاسلحه الثقيله، فطبعا كان هدوا الاسم وكان دمار. للاسف. فروحت متصله بيه، هو كلمنا الساعه 10 وكان عايز يكلم علاء وبيوصيه عليا علاء ده وبيوصيه. ابنه. علاء كان ساعتها في اولى اعدادي. فراح قال له: خلي بالك من نفسك، ما تفتحوش الباب لحد، وخلي بالك من مامتك كويس جدا جدا. واحمد كان مسافر الساحل الشمالي، كلمه وطمن عليه وقال له: لو احتجت اي حاجه يا احمد كلمني. فالمهم قال له: بابا في حاجه؟ قال له: لا، ما فيش اي حاجه، انا بس اصل انت وحشتني وانا بكلم. ولاده تابعوا الحادثه، عرفوا يعني، شافوا اللي حصل ولا لا؟ علاء كان موجود، علاء كان موجود، وعلاء كان قريب جدا جدا من عامر، حتى كان بيجي من المدرسه يقول لي: بابي وحشني، انا رايح كرداسه. فانا طبعا كرداسه دي انا ما بحبش الاسم قلقانه ده طبعا خالص، عليه. قلقانه. روح متصله بيه: يا عامر، علاء عايز يجي لك، انا خايفه عليه. فكان يقول لي: هو خليه يركب تاكسي، وانا هخلي ناس تستناه على اول كرداسه، ما طيب، هو بقى تقلقيش. تابع الحادثة على التلفزيونات زي ما احنا تابعناها، هو ولا قلت كان له لأ؟ ساعتها لما كلمه وكده، قال له: يا بابا، هو انت هترجع امتى؟ قال له: ادعي لي اذا كنت هرجع لكم تاني ولا يا لا. حبيبي. بعدها بقى انا يعني الساعه 2:30 بالظبط، انا جالي تليفون من اهله في الدقي، بيقولوا ان عامر مات. فانا طبعا قلت: عامر مات اكيد ايه؟ كانت انا صدمة لسه بالنسبة لك، ما كنت صدقتيش. مكلماه. فروحت جريت على التليفون بكلمه، كان بيتكنسل عليا التليفون. فقلت لهم: لا، عامر عايش، هو اكيد اللي انا شايفاه ده كله هو مش فاضي. هو مش فيهم. هو لا هو مش فاضي، مش فاضي يرد عليا، لان انا فعلا كنت بكلمه وكان واقف بيتعامل، بقول لهم: امشوا من قدام القسم عشان مش عايزه اضرب ولا رصاصه على حد. فطبعا انا كنت قلقانه جدا، فحمدت ربنا ان هو عايش شويه، ولقيت خبر على استشهاد التلفزيون. نائب مامور اسم كرداسه. فطبعا لقيت واحد بيكلمني، ابنه مع علاء بيلعب في نادي الترسانه زي عامر كده. فقال لي: هو من مكان هناك قريب من كرداسه. قال لي: ما تقلقيش، عامر بما ماتش ده هو مصاب، هو واخد رصاصة هو مصاب. نزلتي بقى، رحتي اطمنتي، جريتي، نزلت عملتي ايه؟ اجري زي المجنونه، بس انت عارفه ان انا مثلا في لحظه انا مش عارفه البس اسود ولا البس ايه. طب انا لو لبست اسود، ما هو اكيد عايش زي ما قالوا لي. فطبعا انا سمعت الصريخ جامد جدا في التليفون، انا بقيتش عارفه هو عايش ولا ميت. شويه ولقيت خبر الاستشهاد، طبعا جريت زي المجنونه. انا طلعت الاول الشارع، فلقيت واحد بيكلمني بيقول لي: عم عامر بين ايديا، هو جارنا هناك، فهم لقوه مرمي في ناهيه، هم خدوه من كرداسه بس وكملوا عليه في ناهيه. مشوا بيه بالعربيه. طب كان فقال لي: عم عامر. قلت له: انت مين؟ قال لي: انا ساكن، انا جاركو محمود.
فقلت له اديني عامر. هو عامر فايق، هو فعلا، هو فعلا في 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 الروح. لقيته بيعيط، قال لي البقاء لله. عم عامر بين ايديا كده، قلت له طب انتوا هتروحوا فين يا محمود؟ قال لي احنا هنوديه الدقي، يعني أهله يعني بقى في عند الدقي. اهله. فجريت طبعا، انا رحت راجع البيت تاني، غيرت. انا كنت لابسه بلوزه بيضه وعليها جاكيت رحت اسود، طبعا اكيد رحت غيرت. طلعت اجري البس اسود. واضح ان سيادة العميد ده كمان كانت علاقته طيبة جدا ومحبوب وسط الزملاء جدا جدا.